أو محمد بن أحمد بن يابر، مكتوم بن أحمد بن يابر حاضرين في هذه الأمسية بوجود كذلك المضمر عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي، وهنا كذلك الأخوة ما شاركت بمعية هذه الفرحة. هنا الكأس المفتوحة مع زعزعة حمدان بن سعيد بن يابر حصل على المركزين الأول والثاني، فرحة كذلك من أبناء أحمد بن يابر أو أحمد بن يابر فعل محمد بن أحمد ومكتوم بن أحمد في هذه المناسبة وهذه الفرحة السعيدة هنا في انطلاقات مهرجان سيدي ولي عهد دبي في مشاركة كبيرة وأداء كذلك مع الأخوة الملاك والمضمرين ومنافسة شيقة رائعة. إذا تهانينا والناموس إلى أهالي زعبيل على هذا الفوز والانتصار، فرحين بما قدموه. هنا كذلك مع المضمر عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي، هنا الأسد يحمل هذه الكأس التي تتصدر مشهد هذه الليلة من مشاهد السباق ومشاهد الذهب. الذهب الأصفر يبقى دائما ذهبا لامعا في كل الأماكن وفي كل الساعات وفي كل الدقائق وفي كل الأحيان. إذا الشقي الصغير سعيدا بناموسه في هذا الموسم وأيضا في هذا المهرجان ليحصد ثلاث رموز متتالية في سن الصغار. بينما مشاهدينا الكرام نذهب إلى بندقية القعدان حيث كان الحضور في هذه الأمسية من خلال وجود مرموق منتزعا بندقية الذهب. هنا سعيد بن محمد بن شيلة وأنجاله الكرام محمد بن سعيد وكذلك نهيان بن سعيد في هذه الفرحة الكبيرة المميزة. راعي الهبيبة يدي الفوز والناموس لأهالي العين حاملا تحديات هذه الأمسية الرائعة مع الجعدان في انطلاقة قوية وأداء كبير من مرموق حيث انتزع الناموس وهدى الفوز لأهالي العين. مشكور سعيد بن محمد بالشيلة وكذلك محمد بن سعيد بالشيلة فرحين كذلك الأخوة بهذا الناموس والانتصار. بندقية الجعدان في مساء جميل حمل التحية والناموس والانتصار إلى أهل العين. أما مشاهدينا الكرام أشواط الإنتاج والمنتجين كان المجازف حاضرا بهذه الأمسية ليتفوق في شوطين متتاليين هذه الكاس والبندقية، كاس وبندقية مع بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وكذلك عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري يحملون كاس الشاهينية وبندقية السريع. هنا في هذه الأمسية انطلاق وتحدي وناموسا يأتي من خلال وجود المجازف في هذه الأمسية الرائعة التي حملت التحية للمجازف، كاسا باليسار وبندقية باليمين ليأتي بن زيتون كالعادة مستشرقا الناموس والانتصار مع الانتاج في أمسية رائعة وفرحة بكاس الانتاج. فرحة الناموس بلا شك مشاهدينا الكرام غير، ولكن فرحة الانتاج في ليلة ذهبية تحصد من خلالها كاس وبندقية هذا لشرف عظيم من خلال هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تأصلت من جذور الماضي والتاريخ والعراقة إلى المستقبل القادم الحاضر بكل المنافسات وكل التعديات. رعاية كريمة من أيادي كريمة لهذه الرياضة العربية الأصيلة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايدان مكتوم ولي عهد.